العربي لغة المجرم. شوف النقاش غادي في مسار سليم ورفعت تكره من شوف سي حجي واصل على نفس النمط. التجاره في البشر لا يمكن شرحه الا بانها افعال وحشيه. واش غنقولوا السيد الرئيس ماشي يرضاو؟ التجاره في البشر هو سلوك جميل وعمل انساني عمل بشري. هذا عمل اجرامي، هذا عمل يتهز الضمير العالمي والانساني. تفضل استاذ. لا لا النقاش اليوم اللي مطروح هو نقاش قانوني. نحن كدفاع طرف مدني من مهمتنا إثبات الوقائع وإثبات المخالفات للقانون الجنائي وإثبات مدى خطورتها. لذلك من حقك أنك تحدد الوصف وتحدد مدى خطورته وتحدد يعني الإشكالات القانونية اللي مطروحة. المتهم يرضيه أو لا يرضيه لا يعنينا ذلك في شيء، خصوصا أن المتهم يقول أنا لست أنا من يوجد الشر. لذلك نحن نناقش. أنا كمحامي ما خصوش يتدخل وليس المحكمة شنو هو كيدير الوصاية دابا على المحكمة؟ ماشي زعما أنا راه الوصاية للمحكمة مع أنه هو انتبه لخرقين والمحكمة لم تنتبه إليه. وأن يصفك بأنك لست محاميا هذه جريمة. هذا باقي أجدل. هذه جريمة. وصباح الجيب هذا ليس محامي. ابو عشري لا وراه بدا راه واحد المقال في الجورنال غادي نجبدو دابا راه هضروا علينا حنا كمحامين تاعي. لا اللي قال فيه على ان محامون فاشلون. فاشلون دابا انت حشي 20 سنه في المهنه محامي فاشل اكثر 23 سنه وانا قلت محامي مبتدئ. لا متصل في القضاء تنعتقد الفشل ديالو هو اللي خلاه اليوم ما يقدرش يتحمل. لو كان فاشل كان على الاقل يتحمل. اه صحيح 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 ذلك يعني من أتى الجريمة يجب أن يتحمل عواقب هذه القاعدة.